عائلة سلام، السلام عليكم. فيديو اليوم فيديو مشوق جدا، وانا عارف انه ان شاء الله فيديو حماسي، وشكرا لكل الدعم والمحبة اللي بلقاها منكم. ان الكلمة الجميلة والحب اللي بستلمه كل يوم بستلمه واقراها في التعليقات جميلة جدا. احبكم والله من قلبي، ومن اي دولة كنت شكرا لكم اصدقائي العرب في كل مكان. فيديو اليوم فيديو صادم للكثيرين. جائحة كورونا لطالما كانت شيء مقلق ومخيف بالنسبة للناس، شيء مرعب. تشوف واحد امامك فجأة ينقطع تنفسه، يا ساتر، وتشوف الخوف وفي موت وفي اصابات وفي شيء مرعب. الا ان العلماء يتكلموا باكتشاف صادم ومرعب وصرحوا بها، وهذا هو فيديو اليوم. علماء يكتشفون فوائد صحية بسبب كورونا، شيئا ايجابيا جميلا اكتشفه العلماء. اول شيء قالوا ان الناس اللي بيصابوا بهذا المرض مستحيل جدا انهم يصابوا بكورونا، نادرا اذا اصبت بكورونا وتعافيت الحمد لله، نادرا. والسبب هذا يعود ان مناعتك تصبح اقوى مما كانت عليه قبل الكورونا، يعني ان اصابتك بكورونا والان اصبحت الحمد لله، جسمك ومناعة جسمك تصبح اقوى ضعف ما كانت عليه قبل الكورونا، أي أن أي مرض بكورونا أو بنفس الليفل حق الكورونا أو أي أمراض أخرى تكون صعبة جدا جدا من النيل بجسمك. وهناك أدلة كبيرة جدا أن من أصيبوا بهذه الجائحة للمرة الأولى لم يجدوا أي تسجيل آخر لهم، يعني حالة نادرة، ومش معنى أنها منعدمة بس نادرة. هذه الدراسة أعدها باحثون من جامعة أمريكية، هذه الجامعة اسمها روكفلر في مدينة نيويورك، التي شملت 87 مصاب بفيروس كورونا. وجد الباحثون من خلالها أن الأجسام المضادة فعليا اضمحلت تضاءلت لتنحصر بأكثر من الخمص على مستوى الذروة خلال الستة الأشهر، وأن النظام المناعي للجسم لا يتذكر ذلك أبدا. من ذلك؟ لا يتذكر الفيروس نفسه، إنما يطور أيضا نوعية أجسام مضادة جديدة بعد التعافي من الكورونا. وعادة يجهز النظام المناعي للجسم من أجل إطلاق هجوم سريع جدا وقوي ردا على أي هجوم فيروسي جديد. الباحثون ذكروا أن التوقعات تظهر بأن الأشخاص قادرين على إنتاج سريع جدا للأجسام المضادة ومقاومة العدوى في عدد كبير من الحالات، لكنه حتى الآن ليس من الواضح كم تستمر ذاكرة النظام المناعي التي تحفظ شكل فيروس كورونا. إلا أن الباحثون قالوا صح لم نستطع أن نقدر، ولكن كتقدير قريب جدا، يعني ما قدروش يقدروا بالتحديد، لكن كتقدير قريب جدا قالوا أنها تستمر لسنوات. يعني لو أصبت بكورونا هذه المرة، يعني لا تقلقش، السنة هذه والسنة الجاية واللي بعدها إن شاء الله مستحيل تصاب به. طبعا بالعادة عندما يصاب جسمك بأي فيروس خارجي، حتى لما نتحدث عن كورونا، أي فيروس خارجي طبيعي ان جسمك يكون مناعات وهجوم ضد هذا الفيروس يحاول ان يقضي عليه، صحيح؟ صحيح. وهناك خلايا تسمى بالخلايا التائية التي تمثل احدى اشكال المناعة، يعني التصدي. تقوم بالبحث عن الخلية المصابة او المنطقة المصابة، وتقوم بمحاولة ايش؟ حل المشكلة، علاجها، كيورين، وكل ذلك في محاولة لاحتواء الفيروس من التفشي. وهناك خلايا تسمى الخلايا البائية، والتي عملها في الجسم انها تطلق اجسام مضادة ضد أي تدخل خارجي. كأنها سياسة فعلية تقوم بإطلاق أجساد مضادة في الدم، بس أكيد من تخارج خارجي بس في الدم. ومن الطبيعي جدا عندما تنتهي العدوى في الجسم أو من الجسم تنتهي منه، خلاص يتوقف الجهاز المناعي عن الشغل، يعني يقول لك خلاص ما فيش ضرورة، خلينا نريح شوية. لكن إيش الذي يخلي الجسم ما يصابش بالعدوى هذه مرة ثانية ويقاومها؟ الذاكرة في الخلية المناعية، المعلومات التي تخزن هذه الخلايا، الخلايا التائية والبائية. وبعد فحص الجهاز المناعي للأفراد المصابون بتلك العينة المتطوعون، يعني لاحظ الباحثون أنه بعد 6 أشهر من الإصابة تطورت هذه الأجسام التي تصنعها هذه الخلايا، الخلايا البائية طبعا بسبب إطلاقها للأجسام المضادة في الدم أو الأجساد، وكل هذا عشان تصبح أكثر قوة مما سبق عليه. وهذا ما يبرهن ويؤكد حسب ما قالوا العلماء أن فيروس كورونا فيروس إيجابي، وأن هذا الفيروس هو الذي سيجعل مناعة الإنسان قوية جدا في المستقبل. ويحاولون بدراسات الآن في فيروس كورونا كيف يستغلوا الفيروس بحيث يكونوا أجسام مضادة من هذا المرض بطريقة طبية غريبة، بحيث أنها تجعل جسم الإنسان ومناعة الإنسان أقوى مما سبق على مر التاريخ، وكل هذه محاولة البقاء في الحياة كبشر. أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد جدا، وأتمنى أنكم انبسطتم واستفدتم. إلى أن نراكم في فيديو آخر. ولو أنت مصاب بكورونا الآن وتشوف هذا الفيديو، تفاءل يا صديق. ولو أنت ما أصبت بكورونا، حافظ على نفسك، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني. كان معكم أخوكم سلام، إن الفيديو يعجبكم. السلام عليكم.